Hello, my friends, how are you doing? I hope you are doing well. I'm Hussein Ahmed from Kurdistan region north of Iraq, Duhok City. It's my pleasure talking to you. In this video, we are going to see Lawan Department's project in Duhok City. Lelav Lawan Department's 2021. The housing project Lelav Lawan Department's consists of 6 buildings. The construction started in 2017, and now there are many families living in this project. Lawan Department's project located in Zark area in front of Zark Overpass. لضم علي بداخلك سمعني فد مشتاق لك كلش ولا استاهل تغيب تعرفني حيل احتاج لك ما عندي غيرك سالفة الكون بعدك عايفة بس انت اللي بقلبي تعيش روح على حبك حالفة وحتى ذا عيشي ما راح اقول لك واني الاشواق وحتى ذا اي شي ما تنطق راح اقول لك واني الاشواق اني حافظ كل شي عنك لحظتي بعد كل شاق لا لحظة تبعد كل شاق لا البارحة موتني ليل البارحة قلبي إذا لحظة نساك طول العمر ما سامحك افهمني كلش حابك من ربي وحدك طالبك يسوى ألف دنيا رضاك ما سوي شي ما عاجبك رجفة إيدي اللي شفتها مشكلة وحضنك يا حلها رجفة ايد اللي شفتها مشكلة وحضنك يا حلها وحشتي غيابك علي ما شفت وحشة مثلها ما شفت وحشة ولا استاهل تغيب تعرفني حيل احتاج لك ما عندي غيرك سالفة الكون بعدك عايفة بس انت اللي بقلبي تعيش روح على حبك حال